استغرب من ابنها المهندس اللي هو بيصلي وملتزم جدا، ولكن مع زوجته لما بتعصبه بيسب الدين. طبعا ده يعني حاجة مش كويسة. زي ما حضرتك بتقولي نسب الدين، واحنا شرفنا الا بالدين يعني، وشرفنا الشرف بتاعنا كله في الدين، فازاي نعمل كده؟ هو طبعا بيعملها من النرفزة وكله، بس ده مش مبرر عشان يسب الدين. فانا بقول لحضرتك عاوزين بس زوجته ما تنرفزوش شوية، وفي نفس الوقت نقول له يعني انت لما تيجي تنرفزك امشي من البيت خلاص، اخش الاوضه التانيه واقفل، بس ما سيبش الدين. ده يعني هو الدين سهل ويسير كده ان انا اسيب الدين؟ طبعا احنا بنقول هو بيقولها مش قاصد معناها، بيقولها ان هو متنرفز كله، فالعلاج اهو هو من نفسه ما يقعدش في نفس المكان عشان الشيطان حضر. اول ما النرفزه بتيجي، اول ما الست بتستفز جوزها او جوزها بيستفزها، حضر الشيطان. نعمل ايه اذا حضر الشيطان؟ نصرفه. طب انا ما عنديش قوة اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الوقت ده. انا عاوز اعلمكم حاجة. هي ايه؟ لما الاقي زوجتي بتعمل كده، يعني زوجة اي واحد يعني بتعمل كده، يقول ما تصلي على النبي. بس كده. يكسر الشيطان. اول ما يقول كده الشيطان بيتحصر ويبقى زعلان جدا. وانت تاخد حسنات، وزوجتك اللي منرفزاك لا بردت وبقت حاجة حلوة او كده وحاجة جميلة. فانا عاوز الزوجة او الزوج النرفزة يقول له يا عم صلى على النبي بس، ولا سب الدين ولا اقول طلاق ولا غيره، والانسان يتقي الله عز وجل في دينه لانه عزنا وشرفنا.